الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا وضمانة روسية تركية للتنفيذ. الحريري للحفاظ على لبنان من حرائق المنطقة ويعد بورشة مشاريع إنمائية واسعة. حزب الله يعلن من بكركي استعداده لبحث أي صيغة لقانون الانتخاب. المحفظة الجديدة بتشمل كل مواصفات البورتبل ديفايس، مقسمة على 11 جزء مترابط، بتسع كاشو كاردز أكتر، مصنوعة من فيجيتابل تاند ليذر، طري ليتجاوب مع حركة اليوزر، وهلأ نانوميتر تو نانوميتر ستيتشينج بزودكم ارتباط وتفاعل فوري مع المحتوى. بس قد ما اشتغلت على حالها المحفظة ما رح تقدر تنافس الموبايل. اليوم صار فيك تدفع مصاري بلا ما تحمل محفظة. لأول مرة بلبنان بنك بيبلوس بيقدم لكم تطبيق بيبلوس باي، أضمن وأسرع طريقة للدفع. لبنان في مرحلة استرخاء سياسي مؤقت بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، تمهيدا لمرحلة العمل الفعلي التي تبدأ في أول أسبوع من العام الجديد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. في هذا الوقت أكد الرئيس سعد الحريري أمام وفد بيروتي أن الحكومة ستباشر بدراسة المشاريع الحيوية وحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في كل لبنان، وفي مقدمها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير. أما في سوريا فمرحلة جديدة مع إعلان الوقف الشامل للأعمال القتالية بدءا من منتصف هذه الليلة. البداية من الهدنة السورية. وقف شامل لإطلاق النار في كل سوريا يدخل حيز التنفيذ في منتصف الليلة بضمانة تركية وروسية، وفي حال صمد الاتفاق لمدة شهر تبدأ محادثات السلام في إطار عملية سياسية، والمرحلة الأولى منه تتمثل في مفاوضات الأستانة في كازاخستان. اتفاق انعكس ارتياحا في الأوساط السياسية، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان دعا في اتصال هاتفي إلى مزيد من تعزيز التعاون في مسألة مكافحة الإرهاب. وفي وقت أعلن بوتين أنه قرر خفض الوجود العسكري الروسي في سوريا، شدد على مواصلة مكافحة الإرهاب الدولي، فيما أكدت تركيا أن الاتفاق لا يشمل أي تنظيم تعتبره الأمم المتحدة إرهابيا. بدوره أوضح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة قد تنضم لعملية السلام في سوريا حين يتولى رئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم. وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو قد شدد على ضرورة مغادرة كل الجماعات المقاتلة الأجنبية سوريا بما في ذلك ميليشيات حزب الله. ومن أنقرة أعلن الجيش السوري الحر أن اتفاق الهدنة يشمل كل المناطق والفصائل في سوريا من دون استثناء، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاكات. ولفت المتحدث باسمه أسامة أبو زيد أن المفاوضات جاءت بعد فشل المجتمع الدولي ومنظماته في حماية المدنيين ونتيجة عدم توفر أي دعم لفصائل المعارضة، مؤكدا أن المفاوضات جرت من أجل وقف التغيير الديموغرافي في البلاد. وأضاف أن محادثات الحل السياسي ستجري انسجاما مع عملية جنيف، والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا. أما ميدانيا فشنت مقاتلات روسية غارات على مواقع لتنظيم داعش في القطاع الجنوبي لمدينة الباب السورية التي يحاول مقاتلو سوريا الديمقراطية استعادة السيطرة عليها بدعم من الجيش التركي. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفضه أن تكون العاصمة تحت رحمة أحد، ولفت إلى العمل لتجاوز محاولات التعطيل المستمرة. هنالك مشروع خطير في المنطقة، وعلينا أن نحافظ على لبنان وإبقائه بعيدا من الحروب والحرائق المجاورة. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في السراي الحكومي حجدا من ممثلي عائلات وشخصيات بيروتية جاءت لتهنئته بتأليف الحكومة الجديدة ونالها الثقة. الرئيس الحريري أكد أن الحكومة سوف تباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في كل لبنان وفي العاصمة خصوصا،
وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير وملف النقل العام وغيره. وقال رئيس الحريري: أعلم أن هنالك الكثير من العمل يجب القيام به، خصوصا بالنسبة للشباب الذين نراهم يهاجرون من البلد، فيجب علينا العمل للقيام بلبنان وتفعيل الاقتصاد وأن نعيد بيروت الجوهرة التي كانت عليه. هذا الأمر سوف يحصل إن شاء الله. ودعا رئيس الحريري كل من لديه تصور أو فكرة لمناقشتها والبحث فيها معا، مشددا على أنه مستمر على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان باستمرار يدور الزوايا من أجل مصلحة البلد. فلو كان الرئيس الشهيد يقف عند كل كلمة تقال بحقه أو كل عمل ضده لما كان أنجز شيئا. وشدد على رفض أن تكون بيروت تحت رحمة أحد، لا في موضوع النفايات ولا الكهرباء ولا في باقي المرافق، لافتا إلى أن المهمة هو إعادة السياحة إلى سابق عهدها وخلق فرص عمل جديدة للشباب كي يبقوا في أرضهم. وأعلن الرئيس الحريري أن بلدية بيروت سوف تطلق عددا من المشاريع سواء بالنسبة إلى النفايات أو الكهرباء لتلبية حاجات العاصمة ومتطلباتها، ورأى أن هنالك محاولات للتعطيل لكننا سنسعى إلى تجاوزها وتحقيق الإنجازات كما قال. وذكر الرئيس الحريري قائلا: لقد دفعنا ثمنا غاليا جدا، وهو دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يسعى باستمرار لتطور العاصمة وتقدمها وضحى بنفسه لأجل ذلك، وهو لم يضحي لتكريس الانقسامات أو تأجيج الطائفية أو المذهبية أو ليكون هنالك غالب أو مغلوب، بل كان على الدوام يضع مصلحة البلد نصب عينيه وتطوير العاصمة وكل لبنان. وختم بالقول: إن الاعتدال هو القوة وليس التطرف، علما أن هذا التطرف ليس له دين أو مذهب وليس حكرا على المسلمين وحدهم. هنالك محاولات دائمة لإلصاق تهمة الإرهاب بأهل طرابلس أو عكار أو غيرهم على عكس الحقيقة تماما، وكل هذه المحاولات أثبتت عدم جدواها وفشلت. من هنا واجبي أن أنهض بالبلد من جديد معكم ولكم ولأولادكم وأولادنا جميعا. المكتب السياسي في تيار المستقبل رأى أن كل المزايدات لا تعدو كونها صراخ العاجز الذي يساوي صفرا مكعبا في خانة نجاح الرئيس الحريري. التطورات الإيجابية التي واكبت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري والثقة النيابية التي نالتها تحت عنوان استعادة الثقة، بحث المكتب السياسي لتيار المستقبل خلال اجتماعه الدوري في بيت الوسط برئاسة نائب الرئيس باسم السبع. المكتب السياسي الذي هنأ اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالميلاد ورأس السنة نوه بالخطاب المسؤول والواقعي للرئيس الحريري بعد إعلان مرسوم تشكيل الحكومة وقبل وبعد جلسات مناقشة البيان الوزاري وما تضمنه من خارطة طريق عنوانها التفاؤل والتعاون والتضامن من أجل إعادة الأمل للبنانيين وتأمين كل مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي وإنجاز الموازنة العامة والتعيينات الإدارية ومحاربة الفساد والمحافظة على الاستقرار الأمني وتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لأزمات المنطقة والتأكيد على أن التوافق هو الممر الإلزامي لإنجاز قانون جديد للانتخابات يراعي كل الهواجس ويؤمن إجراء الاستحقاق النيابي في مواعيده المحددة. وإذ جدد التأكيد على الثقة بقيادة الرئيس الحريري، رأى المكتب السياسي أن كل المزايدات التي تتناول هذا الدور لا تعدو كونها صراخ العاجز الذي يساوي صفرا مكعبا في خانة نجاح الرئيس الحريري في نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الوفاق الوطني لا مكان فيها لأصوات النشاز، بل لأصوات العقل التي تنشد الوحدة الوطنية وتبحث عن المساحات المشتركة وتؤكد على سيادة الدولة وسلطة القانون وتنادي بالحوار للمزيد من مد جسور الثقة بين كل اللبنانيين. وأعلن المكتب السياسي عن إجراء انتخابات مكاتب المنسقيات والقطاعات والمصالح وفروع القطاعات على مرحلتين، الأولى للمنسقيات في 22 من كانون الثاني المقبل والثانية للقطاعات والمصالح في 29 منه، وذلك بعد أن أقر نظام الجمعيات العامة وحدد أعداد أعضاء المكاتب وفقا للأحجام التنظيمية. المكتب السياسي توقف عند ذكرى الثالثة لاستشهاد الوزير محمد شطح معتبرا أن الشهيد الغائب اليوم بجسده حاضر بقوة في هذه اللحظات السياسية الوفاقية التي كان من المهندسين لها، كما توقف عند النكبة السورية التي تتوالى فصولها المروعة في ظل تمادي نظام الأسد في إجرامه المسنود إيرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن مشروع تقسيم سوريا سوف يرتد على أصحابه. ورأى المكتب السياسي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية التواطؤ
على تدمير سوريا وتقسيمها وقتل شعبها وتشريده، مرحبا بصدور قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يطالب العدو الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات. بعد الفاصل في النشرة، اغتيال جديد في عين الحلم. جدد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد استعداد حزبه لبحث أي صيغة لقانون الانتخاب. السيد أثر زيارته على رأس وفد من الحزب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أشار إلى أن حزب الله على استعداد للحوار مع القوات اللبنانية. عاد التوتر الأمني إلى مخيم عين الحلوي مع اغتيال المدعو إبراهيم منصور، وهو لاعب كرة قدم وعنصر سابق في حركة فتح. وفي التفاصيل، فقد أقدم مجهول على إطلاق النار من مسدس حربي في محلة مفرق سوق الخضار في المخيم باتجاه المغدور، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، فتم نقله إلى مستشفى الراعي في صيدا، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة. وتتابعونا في النشرة، جمعية بني العيتان تتكفل بطبابة ابنها الطفل آدم. أهلا بكم. بعد إثارة قضية الطفل المريض آدم عيتاني، تكفل جمعية بني العيتاني دفع كامل مصاريف علاجه. إنه الطفل آدم عيتاني الذي يعاني نتيجة حاجته إلى زرع كبد، وهو أمر مكلف للغاية، ولا تستطيع عائلته أن تغطي المصاريف اللازمة. ومن أجل ذلك، وبعد إثارة القضية إعلاميا، تداعت جمعية بني العيتاني إلى اجتماع طارئ أعلنت في خلاله التكفل بعملية الطفل. أخذت جمعية بني العيتاني علما بالوضع الصحي الدقيق للطفل آدم عيتاني وحاجته الملحة إلى إجراء عملية زرع كبد في غضون أيام، وعلى الفور تداعت الهيئة الإدارية للجمعية وقامت بتأمين مبلغ 60,000 دولار أمريكي كلفة العملية، فضلا عن مبلغ إضافي كلفة انتقال المريض وأسرته إلى مصر، وذلك من الخيرين من أبناء العائلة حصرا والذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. جمعية بني العيتاني شكرت جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على تبنيها لقضية الطفل آدم وتعاطفها معه ومع ذويه، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للجميع الصحة. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حصباني عن حل قريب لأزمة توقف تسليم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. حصباني أكد حرصه على تقديم الخدمة الصحية للمواطن. عن تسلمي مسؤوليات هالوزارة ومن حرصي وحرص فريق العمل بالوزارة على استمرار العمل في تأمين التغطية الصحية للمواطنين، رفعنا كتاب إلى مجلس الوزراء لصرف اعتماد إضافي لتغطية المترتبات السابقة على الوزارة وتأمين الأدوية من دون توقف للذين لا ينعمون بتغطية صحية من أماكن أخرى. نحن من آمن أولا أنه تأمن الاستمرارية بالعمل يلي بدأ سابقا وكان عمل إيجابي جدا معالي الوزير أبو فعور، ونضيف له آليات جديدة وخطط جديدة و أعمال تنظيمية جديدة لحتى أولا نأمن سلامة المواطن الصحي، نأمن صحة المواطن بأفضل طريقة ممكنة، إضافة إلى أنه نعمل على ترشيد الإنفاق وتخفيف الضغط على خزينة الدولة اللبنانية. ختام هذه النشرة المختصرة، تذكير بعناوينها: اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا وضمانة روسية تركية للتنفيذ. الحريري للحفاظ على لبنان من حرائق المنطقة ويعد بورشة مشاريع إنمائية واسعة. حزب الله يعلن من بكركي استعداده لبحث أي صيغة لقانون الانتخاب. ويبقى في ختام هذه النشرة أن نشكر متابعتكم لها. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سعد الدين الحريري.
رئيسا لمجلس الوزراء.